ندير إضراب عن الطعام الذي وصل إلى 50 يوم. تضامنا مع ضحايا الزلزال المغربي كنا وقفنا علقنا الاشكالنا النضاليه وكذلك علقنا الاضراب على الطعام. اليوم جينا سطرنا واحد البرنامج نضالي تصعيدي وهو القيام باعتصام مفتوح امام وزاره التعليم العالي موفق بمبيت ليلي، الا انه وللاسف جينا اليوم ولقينا واحد الانزال امني رهيب امام وزاره التعليم العالي يتم المنع ديالنا اننا نقوموا بهذا الاعتصام المفتوح. حنا بغينا نعلموا السلطات ونقولوا للسيد الوزير باننا حنا رغم المنع ورغم القمع ورغم الاعتقال اللي تعرضوا ليه مجموعه من الدكاترة الزملاء ديالنا، حنا مستمرين في النضالات ديالنا ومستمرين في الاعتصام تاعنا وما غاديش نخرجوا من الرباط وغادي نبقاو مرابطين هنا في شوارع الرباط الى غايه تحقيق يعني الحق ديالنا القانوني والدستوري وهو التوظيف وولوج الجامعه المغربيه ومراكز البحث. بصفتنا مغاربه حاصلين على شهاده الدكتوراه من الجامعه المغربيه، فمن الواجب ومن اللازم على الدوله انها توفر لنا مناصب الشغل وتوفر لنا الادماج. طلبنا سهل يسير، نحن كحاملي اعلى شهادات علميه معترف بها عالميا ووطنيا ومحليا نطالب فقط بالإدماج الشامل والفوري والمباشر في أسلاك الوظيفة العمومية بما يتناسب والسلم الاستدلالي لشهادة الدكتوراة أو بالأحرى الانتداب في الجامعة المغربية ومراكز البحث العلمي. لماذا؟ لأننا حرمنا من المباراة التعليم العالي أزيد من 8 سنوات منذ 2015 جراء ما يسمى بالسياسة التمييزية العنصرية الإقصائية التهميشية في حق حاملة شهادة الدكتوراة، وهي ما يسمى بالسياسة المناصب التحويلية من خلالها يتم تحويل مباراة التعليم العالي. يعني المباريات منذ 2015 إلى 2023 8 سنوات كانت يعني من لهم الحق هم الموظفون حاملة شهادة الدكتوراة، أما نحن كدكاترة معطلين ولدينا الدكتورة لا يحق لنا أن نجتاز حتى المباريات، وهذا ضرب صارح للدستور الذي ينص في بنوده ومواده على الاستحقاق.